استاذه امل من الجيزه تتفضل. استاذه محمد تكلمنا تاني اتفضل يا جماعه. السلام عليكم. طب السلام عليكم. عليكم السلام. كان اطمع استاذ امل لو سمحت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمتي علي. حاضر يا استاذ فضل. حاضر يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سعيده جدا اني بكلم حضرتك. يعني كنت باخد مع حضرتك دروس في دار الافتاء في اللي هو المتزوجون وكده. اهلا وسهلا. يعني دورات المقبلين على الزواج ويعزك قمه من القمم من المعرفه. الله يبارك فيك. انا اسفه معلش بس كان لازم اقول الكلام ده يا فندم. الله يبارك في حضرتك يا رب. اتفضل يا فندم. ويبارك في سعادتك. انا سؤالي بس هل الزكاة ممكن تبقى طول ال 12 شهر في السنه؟ مش لازم يبقى يعني حال عليها الحول بس انا بحب احطها 12 شهر كل شهر كل 15 يوم حسب ما ربنا يرزقني. دي فيها حاجه؟ اقول لحضرتك حاجه. احنا اصلا اتفضل. في سؤال تاني ولا هو ده السؤال؟ لا لا هو ده السؤال. احنا لازم نعرف ان الزكاه لما بتحصل والمال بتاع الزكاه ده بيخرج المال دوت لازم يخرج من منه لان ما بقاش منه خلاص. يعني مال الزكاه ده مش منه وهو مال الله سبحانه وتعالى، ولأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده جعل هذا المال في المصارف الثمانية اللي هي مصارف بناء الإنسان وتنمية الإنسان وتطويره وتحسين حاله. فالأصل إن الزكاة لو إحنا شايفين إن مصلحة الفقير إن أنا أطلعها في شكل راتب شهري للفقراء لأن ده اللي يصلح حالهم، بس أنا لازم أخرج الزكاة بعيد عن مالي. فالزكاة لازم تطلع في وقتها وتطلع في وقتها وإيه اللي يحصل وبعد كده ممكن أقسطها لمصلحة الفقير إذا كان ده في مصلحة الفقير. طب إذا كان في مصلحة الفقير هو عايز يعمل عملية وأنا خرجت الزكاة لا أدها له كلها. فالمعيار هنا مصلحة الفقير مش معيار إن أنا برتاح لي كده ودوت ما بيرهقنيش ودوت، لا 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 خالص. مال الزكاة ده بيخرج من مال الإنسان لأنه مش ملكه، بقى خلاص ملك الله سبحانه وتعالى، وملك الله سبحانه وتعالى وزعه على المصارف الثمانية. يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى أنا لما يجي وقت الزكاة لازم أخرج هذا المال بعيد عن مالي، وإذا كان في مصلحة الفقير إن أنا أخرجه في شكل راتب لهؤلاء الناس بس لابد إن أنا أجنب هذا المال بعيد عني عن مالي أنا الشخصي، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. للفقراء يبقى المال ده خلاص بقى ملكهم، يبقى هو لازم يخرج من مالي. يبقى أنا إيه اللي حاصل؟ ما ينفعش ان انا اقسط المال ده، لا لان انا لازم اخرج كل مال الزكاه وبعدين اقسطه اذا كان ده في مصلحه الفقير. ارجو ان يكون واضح.